بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من زيمبابوي من أفريقيا. القصة البنت اسمها ماريا، هي يوم جوازها ويوم جوازها وعريسها بقى، هي بقى واقفة قدام المراية خلاص هتطلع دلوقتي بقى وهيبدأ الفرح، وبتوضب نفسها وبتجهز بقى كل حاجة، واللي مش عارف الفستان الأبيض والطرحة يعني بقى، ومرتبة نفسها على الآخر خلاص 5 دقايق وهتطلع. وإذا بالباب يخبط ويفتح ويخش حد كبير بعصايه، تبص كويس حماتها، حماتي اللي جايبها دلوقتي، وداخله بمنتهى الجديه، ست فوق ال 65 سنه ماسكه على عصايه. دخلت وقامت قافله الباب وراها. هي بتقول، ماريا بتقول، اتحبست انفاسي. في ايه؟ في حاجه. دخلت بتقول ارتبكت وقعدت ادور على اختي علشان تبقى بس معايا، اختفت اختي. الست قربت مني وقالت لي أنا عايزة أقول لك حاجة قبل ما يبدأ الفرح. فطبعا وهي نفسها مكتوم، أيوة، قلت لها هاتي إيدك، حط إيدك على وشي، شايفة التجاعيد دي؟ تعالي. البنت طبعا إيديها بتترعش، قلت لها بصي، شايفة التجاعيد دي؟ التجاعيد دي ساعة ألام الولادة وأنا بخلف جوزك. طب حطي إيدك هنا، شايفة التجاعيد دي؟ التجاعيد دي وانا بذاكر له، كان بيتعبني قوي في المذاكره فكنت بتعب. طب هاتي ايدك هنا، حطي ايدك، شايفه التجاعيد دي؟ التجاعيد دي من الضحك وانا بضحك وهو طفل وبتفرج عليه، واحلامي الكبيره من كتر الضحك والفرحه بيحصل تجاعيد برضه. حطي ايدك هنا، لا لا بس ما تحطيش جامد، اصلا بتوجعني. ده حرامي كان عايز ياخد فلوس من الولد، فقمت حاطه وشي، فاللكميه جت في وشي انا بالراحه. البنت مش فاهمة، تلاقي شايفة يا بنتي التجاعيد اللي في وشي، تجاعيدي هي خريطة أفراحي وأحزاني. البنت مش فاهمة، قلت لها أنا عايز أفهمك بقى، أنا ليه عملت معاكي كده؟ الحياة يا بنتي بعد الجواز مش فرح وضحك ولعب، وبنت فرحانة بولد وكلها لعب وضحك وفرح، الحياة كفاح. الحياة تجاعيد أفراح وأحزان، الحياة شريكين مش هدفهم يلا ننبسط، إنما هدفهم يلا نكافح ونحلم ونضحك ونعيط بس مع بعض. قالت لها خديكي صديقة لي، مش متطلبة منه فسحني وفرحني، إنما تيجي إحنا كشركة نعمل فلوس، تيجي إحنا كشركة نلف العالم نتفسح، تيجي إحنا كشركة نتشارك ونتعب ونعرق ونربي عيال. يا بنتي الحياة مش فسح بس، الحياة جهاد وكفاح. هي البنت بتقول، الست لفت وسابتني وهي بتتعكز على العصايه بتاعتها، وانا انفاسي مكتومه، لكن عشت بالحكمه دي. انا بقالي 12 سنه مع جوزي في قمه السعاده، لما فهمت ان الحياه رحله، تريب. رحله ايه؟ رحله كفاح واحلام واحزان وافراح. بسمه امل لكل بنت رايحه تتجوز تفكر بالطريقه دي، الحياة رحلة كفاح وسعادة كمان. بسمة أمل لكل شاب وفتاة قبل ما يكونوا متجوزين يكونوا صحاب أصدقاء، ساعتها فعلا يعيشوا ببسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.